السلام عليكم ومرحبا بكم كيف العادة في ماشين قناتكم قبل أن تكون قناتي مع فاتي. إن شاء الله مع بعضنا اليوم نقدموا واحد لو كيك ستان كيك صحي سان، ويعني المقادير ديالو بسيطة وصحية أيضا. إن شاء الله غادي تشوفوا معايا وتتبعوا معايا وغادي تتعرفوا على المكونات ديالو بإذنه تعالى. مرحبا. وهذا لو كيك كيكون معلك، يعني صراحة معلك بزاف، زوين ورطب، هشيش خفيف وما فيهش السكر. إن شاء الله كنحتاجو جوج بيضات وفاني، تحت تقدروا تستغناو على الفاني وتستعملوا في بلاصتو القرفه تكون احسن. اصلا حنا في النهايه غادي نستعملوا للتزيين قبل دخول الكيك للفرن التفاح محكوك مع شويه الزبده والقرفه. اذا النكهه ديال القرفه اصلا غتكون في الكيك، ما محتاجينش الفاني نهائيا الا بغيتوا تستغناو عليه. هنا درت معاه نص كاس ديال الزيت من بعد ما طربت البيض ودرت قريصه الملح. غادي نعاود نطرب مزيان وغادي نضيف نصف كاس او كاس غير ممتلئ حليب وكنعاود نطرب مزيان. كنحتاجو نديرو واحد ثلاثه المعالق كبار ديال العسل، وغادي نضيفو كذلك بنانه من بنان اللي تكون ممعوكه مزيان. كنخلطو مزيان، كنضيفو كأس ديال الدقيق الكامل فارين كومبلي تقريبا 120 غرام، كنضيفو جوج معالق كبار شوكولا بودغ شوكولات بودر، كنخلطو وكنزيدو أيضا معاهم خمارة، خمارة ديال 11 غرام. كنخلطوا هاد المكونات كيف ما شفتوا، راهم مساط ماشي شي مكونات اللي صعيبة، وموجودين في البيت وبدون سكر وبدون زبدة. كنحتاج مني كنخلط هاد المكونات مع بعضها نضيفهم جوج المعالق ديال الشوفان، كيجي الشوفان زوين في الـ في الـ في لو كيك. هاد لو كيك كيف قلت لكم كيجي معلك، نخلط هادو المقادير وكيجي حلو. راه غير ثلاثه المعالق ديال العسل مع هذيك البنان كيجي لو كيك معلك وكيجي حلو، ما تحتاجوش نهائيا للسكر. كنحتاجو ايضا التفاحه، غادي غندير نحكوها نقيوها بيان سور، نحكوها بالحكاكه نضيفو لها شويه معلقه صغيره ديال القرفه كافيه، يعني ما نديروش معاها شي حاجه اخرى. الا بغيتو تقدروا تزيدوا معاها نصف ملعقه ديال العسل باش تعسل، اولا ما تحتاجوش نهائيا. كنت نصبوا الخليط الكيك ديالنا في المول اللي كنا غنكونوا دهناه مسبقا بالزبده ورشيناه بالدقيق الكامل نفسه، وكنزوقوه بهذاك التفاح اللي مخلط بالقرفه، نحركوهم مزيان، نخلطوا ديك القرفه مع التفاح، نزوقوا بها هذيك لو كيك ودخلوه للفرن. انا غالبا كنطيب لو كيك في الفرن كيكون بارد، هكا لو كيك كيجي طالع وكيجي زوين، ما تحتاجوش تسخنوه. كنخليوها حتى تنشموا الرائحه ديال لو كيك بلي راه طابت، كدوز ديك 25 دقيقه ها هو لو كيك ديالنا واجد. هاد لو كيك راه كيف قلت لكم كيجي معلك، راه ما كيكونش ناشف مي كيكون معلك، ما تنساوش لان فيه بنانه. ممكن ما تستغناو على هاد التفاح والقرفه اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، يعوضوا مثلا بالكوك، تقدر تعوضوه بالكوك، ترشوا رشه بالكوك هكا قبل ما تدخل، او ترشوه باللوز يفيلي قبل ما تدخل، او ترشوه حتى باللوز ديجا مقلي ومهرمش باش ما عجبكم، او لا تخليوها هكاك عاديه حتى كتخرج كدهنوها مثلا بشي بالعسل وعاده باش ترشوا عليها اللوز باش يشد ويثبت. المهم نتوما ديروا اللي عجبكم، وكنتمنى تجربوها لانها فعلا فعلا لذيذه وكتجي حلوه بالرغم ان ما فيهاش سكر.
يعني هذيك لبنان وهذاك العسل فقط كافيين. ممكن ما ديروش البودغ شوكولا حتى هي تستغناو عليها، يعني اللي ما كيحبش شي حاجه يقدر يحيدها ويعوضها او اللي يحيدها، المهم في النهايه تجي تجي كيكه معلكه كيف ما قلت لكم، وان شاء الله غدا تعجبكم. انا متاكده انها غدا تعجبكم. كيف شفتوا راه انا رشيتها دابا باللوز مهرمش، وفاش غادي تطيب ان شاء الله كيف قلت لكم راه كطيب في الفرن، ممكن يكون بارد، انا كندخلها الفرن بارد وكنخليها حتى كنشم الرائحه ديالها، كنديرو كنتكوها كما العاده بسكين، كنلقاوها طابت وكنخرجوها في الغالب من بعد 25 دقيقه. انا رشيت عليها حتى الشوكولا، كان عندي واحد طريفه الشوكولا، وها هي هذه، ها هي واجده كتشوفوا راها معلكه والله، يعني كتجي بحال شكل البراونيز. وبصحه والراحه، نتمنى كيف قلت لكم تجربوها ولايكيو وبارطاجيو، ونتمنى تشجعوا قناه ديال الاخت ديالي منوعات مع عزيزه، هي عندها قناه اسمها منوعات مع عزيزه، نتمنى تشاركوا فيها وتشاهدوها، وبصحتكم وراحتكم. وكنخليكم تشوفوا هاد الكيكه كيفاش جات عن قرب بعد ما تقطعات، مع واحد كاس القهوه او كاس العصير اللي حبيتو ليكم لحبابكم الناس القراب ليكم. بصحتكم وراحتكم ومتابعه ومشاهده جيده ان شاء الله، ونتمنى لكم الصحه والسلامه والعافيه، وموعدنا ان شاء الله في موضوع جديد او اكله جديده او شي حاجه مبرده هذا الصيف، علاش لا. المهم اي حاجه بغيتوها تقترحوها، علاش لا، خليو ليا اقتراحاتكم كيف كنقول لكم دائما في الكومنت، والسلام عليكم.